يا جماعه احنا اكتشفنا في حلقه رامز جاب من الاخر النهارده ان يسرا لوزي دمها زي العسل. امال ليه المخرجين حاطينها في دور البنوته كيوت ومعيون ملونه؟ ما انها ممكن تعمل ادوار كوميديه وتبقى شاطر فيها جدا. بصوا حتى نازله الزحليقه ازاي ولا كانها في دريم بارك، بس ازاي رامز هنا عليه يشد السيفون على القطه دي؟ انا مستني دول اللي يتشد عليهم السيفون.